هذه الحياة تحتاج إلى ارتباط بالقمم. ارتباط بالقمم يعني شنو؟ احنا ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا. ضعفاء، كلمة واحدة تخرجنا من الجاد، هذا دليل الضعف. مو أنا أقول هذا الضعف، الله يقول هذا الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. كلمة مدح تجعلنا نشعر بالابتهاج والسرور، وكلمة قدح تخرجنا عن الجاد. تجي في البيت كلمة واحدة من الزوجة أو الزوج توتر الأعصاب في البيت، شنو صاير؟ الزوجة قالت كلمة، الزوج قال كلمة، ليش ما سيطر على أعصابك؟ ما يقدر، هذا الضعف. إحنا كيف نرفع هذا الضعف؟ نرفع هذا الضعف بالارتباط بالأقوياء. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كانت عنده صحيفة يطالع فيها عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام السجاد قمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله في مستوى أرفع. كان يطالع عبادة رسول الله أو عبادة علي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يضع الكتاب متألما ويقول من يقدر على مثل هذه العبادة. إذا الإمام السجاد عندما يطالع أحوال الرسول أو أحوال علي صلوات الله وسلامه عليهما يشعر بهذا الشعور، نحن نحتاج إلى هذا الارتباط. في كل يوم كم مرة؟ 9 مرات. 9 مرات نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ 9 مرات في صلاة الصبح مرة، وفي بقية الصلوات في كل صلاة مرتين. النبي يجب أن يبقى حياً في أذهاننا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم قمم الكمال الإنساني يجب أن يبقوا أحياء. إيش قد أكو من الأنبياء في التاريخ؟ كم عدنا من الأنبياء؟ 124,000 نبي، وعلى رواية 300,000 نبي. كم تحفظون من أسماء هؤلاء الأنبياء؟ كم واحد؟ كلنا راحت أسماءهم، لأن هذه العلاقة انقطعت. مو إحنا، أممهم نسوهم. الشيء يحتاج إلى تكرار. في كل يوم المؤذن يرفع في الأذان اسم النبي صلى الله عليه وآله. واسم علي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يبقون أحياء في أذهاننا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس، في الرواية نظمه الشاعر: وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يبقى حياً، وأهل البيت يجب أن يبقوا أحياء في مشاعرنا وضمائرنا، وكل أثر من آثارهم يجب أن تبقى حية.
هذا بيت رسول الله، لازم يكون بيت رسول الله. الروح نشوف ذلك البيت المتواضع ونستلهم من رسول الله. هذا قبر عبد الله والد رسول الله. وين قبر عبد الله؟ في شارع؟ لا، لازم يكون قبر رسول الله، قبر والد رسول الله. نشوف هذا هو والد رسول الله، نستلهم من هو والد رسول الله.